السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من سيدي محمد الشريف وبالضبط من قلب منزل الأخ النائب ركيني، وبحضور كذلك النائب مبارك الغزاوي والأخ يوسف من أعيان قبيلة أفراد جيش لودايا، وكذلك الأخ عبد العالي عزمي من أعيان قبيلة جيش لودايا. اليوم الإخوان عندنا بعض النقاط اللي غنوضحوها إن شاء الله، كنتحدثوا على العملية الهدم كيفاش غادا، مجموعة من المعطيات. فاليوم غناخذ واحد الكلمة ديال الأخ مبارك الغزاوي نائب قبيلة جيش لودايا. خويا مبارك، كنشوفوا العملية ديال الهدم انطلقت يوم الثلاثاء، العملية العبير كانت اثنين، شفنا الأمور الحمد لله لقات واحد الإقبال كبير، عملية الهدم غادي في واحد الأجواء عادية، شنو السر في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر السي أيوب في الواقع الذي يقوم بتغطية الأحداث التي تجرى في الساحة ديال جيش لودايا. إذا فكنت موفقا وكنت يعني بارعا في توصيف الأحداث وجميع العمليات التي تمر بولاد جرار وبولاد مطاع. إذا نحن الآن في المنزل في الزريبة ديال السي ركيني، هو من احد النواب ديال ولاد جرار، ومعنا الاعيان القبيله السي يوسف والسي عبد العالي، وفي الواقع ومازال ننتظر الاخوان ليلتحقوا ان شاء الله. واننا الان نواكب هذه العمليه، انها بدات بعمليه العبار، مثلا ناخذ القياسات ما يسمى باخذ القياسات لكل زريبه، الحمد لله تم مسح العملية يعني 100%، وأن الارتسامات ديال ذوي الحقوق وديال الودايا الحمد لله حسب الزيارات التي نقوم بها كانت يعني ارتسامات إيجابية، والكل يعني متعاون ومتفاهم إلى غير ذلك. وإذا بالمناسبة نشكر ونحيي الأفراد قبيلة ولاد جرار ولاد مطاع، نحييهم تحية إجلال وتحية تقدير وتحية احترام، لأنهم كانوا يعني في مستوى جميع العمليات. وبالمناسبة نحيي أيضا السلطة المحلية، لأنها كانت تتواصل باستمرار. وبالمناسبة نشكر القائدة باهية لأنها تتواصل مع جميع الساكنة وتوضح المآل ديال كل عملية. إذا شكرا لها، وأنها قدمت واحد الخدمات جليلة لأفراد القبيلة. إذا نحن نواكب هذه العملية ديال الهدم حتى تمر في ظروف جيدة، ومن يعني بعد اللوائح ان شاء الله ستكون الطعون، بعد سنبت في الطعون، ثم فيما بعد اننا يعني ندخل في مجال ديال التعويضات الماديه والعينيه، وان شاء الله غادي كل الامور غتكون يعني في المستوى. والحمد لله حنايا في خدمه الوطن، لان الوطن يقدم لنا خدمات جليله، فيعني من واجبنا ان نكون معه ونخدمه ونضحي من اجله، لان الوطن وطننا انت ونحن شعبه. وبالمناسبه نقدم التهنئه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه تربعه على عرش المملكه، فنقول انه نتمنى التوفيق للوطن وللمملكة وللشعب المغربي، وشكرا جزيلا. سي مبارك الغزاوي أحد نواب أفراد جيش لودايا قبيلة جيش لودايا، شفنا يوم أمس شفنا زيارات ميدانية ديال نواب القبيلة، شفنا كذلك حضور أعيان القبيلة في العملية ديال الهدم، في العملية ديال العبار شفنا واحد المؤازرة مساندة النفسية ديال أفراد جيش لودايا لحظات ديال الهدم، كيفاش كانت الأجواء؟ الحمد لله نحن كنا في الزيارات للزريب، زريب المجاهد وزريب ديال الإدريسي وزريب ديال
يعني القميحي والزريب، يعني الحمد لله الابتسامات يعني تبشر يعني على التفاؤل، وتبشر بأن الحمد لله أفراد القبيلة أنهم متفهمين، لأن نحن مع مشروع المملكة، هو أكبر مشروع على الصعيد الوطني، إذا نحن خصنا نساهموا في إنجاحه حتى نبرهن للعالم بأن احنا أكثر وطنيين، وأننا يعني أنها المواطنة وهي التضحية، وأن المواطنة تضحية، والحمد لله لقد عبر أفراد الجيش الوداية على التضحية وعلى الوطنية وعلى المواطنة، وهذه بالمناسبة نلمس فيهم الروح الوطنية بقوة، وهذا ما فيه شك، وهذا ينبعث على أساس التاريخ ديال القبيلة، هو تاريخ حافل بالمنجزات، لأنها هي قبائل مخزنية، أنها ساهمت في بناء الدولة وما زال تساهم في بناء وإصلاح، لأن نحن وراء جلالة الملك إلى أن تقوم الساعة. نحن مع البلاد، مع العاهل المملكة، مع المشروع، إذن فالحمد لله أننا جئنا وأننا عشنا في مكان استراتيجي قرب العاصمة، ولهذا فالحمد لله كل يتغير في الاتجاه الصحيح ويتغير في الاتجاه الإيجابي، من طبيعة الحال سنساهم يعني بدورنا نحن في إنجاح هذه العملية، وأيضا في إقامة مشاريع مهمة في المملكة، حتى تكون المملكة وتكون البلد يعني في مستوى التحديات، بالأخص تحديات العالم والتحولات اللي تعرفها العالم. إذا نقول بكل صراحة، المغرب يتطور، المغرب يعني يتقدم، فنتمنى التوفيق لجميع هذه العمليات. شكرا. شكرا سي مبارك الغزاوي، نائب قبيلة أفراد جيش لودايا بمدينة تمارة. صراحة توضيحات كافية شافية، سمعنا بالتضحيات اللي صراحة جات المبادرة من السيد عبد العالي عزمي اللي كان أحد أعيان القبيلة واللي كانت في دوار بالمكي، امور اللي صراحه تابعناها لحظه بلحظه، كنشوفوا المجهودات كذلك كيقوم بها الاخ الركيني، الاخوان الاعيان كذلك، الاخ يوسف، الاخ رضوان، باقي الاخوان اللي صراحه كيخدموا ليل نهار باش ان شاء الله الملف ديال افراد جيش الودايا يمشي في المسار الصحيح ديالو ان شاء الله، ونتمنوا الله التوفيق، ونتمنوا الله الخير لجميع افراد جيش الودايا دون استثناء. الله ييسر الامور، وان شاء الله راه ما غيكون غير الخير. الى هنا مشاهدينا الكرام، من قلب منزل الاخ الركيني احد نواب افراد قبيله الجيش لودايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله. اطلب لهم كلمه، الله يسخر عليهم جميعا، الله يسخر. انا كنقول الله يسخر على الجميع والله يسهل عليكم، والحمد لله احنا خدمنا معكم داكشي بالمعقول،